مشاهدينا الكرام حياكم الله. أحلامه غريبة وأهدافه والسموحة من ضيفنا عجيبة. نتابعه بشغف، نصدقه ليس دائما، نتسلى أكيد. لاعب خفة وراء خدعة بصرية، وفنان هو لا ساحر، ونقطة على السطر. يملك كاريزما، سريع الحركة، يهتم بالطلة والمضمون، يبهر فيما يفعل وموهوب فيما يلعب. فنان استثنائي هو، في حلقة مفتوحة على موهبة غرست بعناية وتحاك بذكاء وتكبر باحتراف. هلا وغلا بابن الإمارات معين البستكي. لعب في النار ولم يحترق، وبلع المعدن ولم يختنق، وقرأ الأفكار وأصاب، وأدواته في كل هذا خفة، خدعة وتحدي. اختار ما أحب وبرز فيما اختار، متكلاً على ثلاثة: اندفاع، جرأة وموهبة. هنا عادي جداً. أوكي، عادي طالع شوية. عيني. الخير تشوفونه؟ شو قاعد يصير داخل من مكان؟ اوكي طالع من مكان زين؟ الفول اللي انبلع. لا، همه رسم البسمة في قالب من الإثارة والمتعة. انت بتحرك ثواني بس اغير البنطلون بس وسره طموحه الهائل، حلمه أن يبقى الأول، الأول والأخير. شبيكم لبيكم، لاعب الخفة معين البستكي أمام عيونكم في هلا وغلا، فاطلبوا وتمنوا. مشاهدينا حياكم الله ويا مرحبا بكم، وأكيد بضيف في الاستوديو معين البستكي. هلا وغلا فيك. يا مرحبا وسهلا فيكم. عاد عقب الانترودكشن هذا نحن نروح بعد ما لا فعلك يا مرحبا بكم. أنا أدري أنت خايف شوية أشياء حلوة وجديدة حقنا. عندي لكم وايد أشياء حلوة إن شاء الله، وعاد احنا كل ما شافوا الجمهور الحين كانتروداكشن وكل اللي بنسويه، بس أكد من بدايه البرنامج انه كله هي العاب خفه، تخصص فن، ما في اي نوع ارتباط بقوه خارقه باي مجال. نعم، يعني فهمنا الواحد يطير يخفي حمامه، يطير ما ادري شو، ياكل صحن، بس انك يا ابن الحلال تغرق عمرك في البنزين وتحرق عمرك، هذه وايد يعني شوي قويه للمشاهدين. ولكن الفكره جتني ان دائما انا مع نفسي شلون ممكن انا اتعدى مجال المعقول، اني اسوي شيء المشاهد العادي او الناس العاديين اللي يشوفونها يقولون ان هالشيء مستحيل. لا، ما في. انت لو صرت عند عالم وقلت ان واحد بيشب عمره في نار بيقول لك هذا مجنون، هذا اكيد ما يستوي. ولكن احنا نحاول نسوي المستحيل ونبرهن انه ما في شيء خطر. ولكن هل في اساليب؟ هل في تقنيات احنا استعملناها عشان ننجز هالشيء؟ اي نعم. بس مثل ما انت قلت المستحيل او الغير المعقول، بس الغير المعقول احيانا يخلينا يعني لا اراديا نفكر الشيء اللي ما يستوعبه العقل هو سحر. نعم، انا وياك في المنطق هذا، وانا وياك في الفكره هاي، وكل رمسة تكون على هالموضوع. أنا يوم إنه من يكون في عروضي يوني ناس بعد العرض يقولون إنه شو سويته أكيد سحر، ما في، أنت أكيد يا مرتبط بجن يا شيطان يا whatever، يعني اللي يشوفونها أشرح لهم إن هذا كله فن. العقل يقول شيء، إحنا نقول شيء ثاني، إحنا ناس مؤمنين at the end of the day، يعني إحنا في آخر المطاف الناس مؤمنين ونصلي ونصوم، وهذا واحد ما يصير يخطو لمراحل
ان تشبه الناس فيك انك انت قاعد ترتبط بشيء خارق. هي كلها فن. احنا مشكلتنا في العالم العربي ان مش متقبلينه مثل الاجانب. بالضبط. تعرفين انت لو سرتي برا، لو سرتي امريكا، لو سرتي اوروبا، لو سرتي اي مكان في العالم، متقبلينه كفن. احنا مجتمعنا، لان كوننا مجتمع اولا محافظ، صحيح. ثانيا ديننا يتحكم فينا وايد، واحنا دوم يعني ننظر لاي شيء في الحياه مرجعنا ديننا، فبالتالي يمكن لذلك نحن يعني اكيد واجهتك وايد اسهم متهم بانك انت فيها السالفه شعوذه او فيها سحر، صحيح. او فيها اخرتها كانت من اختي رضيعتي ترسلت لي بيبي قالت معين الناس قاعد يقولون اللي قاعد تسويه هي سحر اسود مش سحر ابيض، يعني تعامل مع جن الشيطان. فانا اختي تقول لي وبعد في سحر اسود وسحر ابيض، فهم مسمينها اسود، يعني احنا نسميها العاب خفه، احنا نسميها تخصص في العاب خفه. السحر هذا شيء والعاب خفه شيء ثاني، منفصلين. فقلت لها انا جاهز ان انا اجيك، وكل اللي شفتيه في برامج تلفزيونيه، كل اللي شفتيه لايف، كل اللي اسويه اشرح لك واحده واحده شلون صارت. حلاوه العاب الخفه انك انت ما تخبر الناس السر. ارد على سالفه انه لكل خدعه بصريه تفسير لها معين، يعني كل خدعه بصريه لها سر. ان متخصص العاب الخفه عارفينها، والمشاهد او احنا نسميه الانسان العادي، نسميهم ليش الانسان العادي؟ لانه مش عارفين السر، ما بعارفينها. الفرق بيني وبينك ومن بيني وبين غيري ان انا عارف السر، انت مش عارف السر. هل هي العاب خفه؟ انا ما اسميها العاب خفه، هي تقنيات واسرار. تقنيات واسرار، لان اكثر الاشياء اللي انا اسويها ما اسوي خفه يد، ولكن فيها تقنيه، فيها سر، في شيء انا قاعد اسويه والناس مو بعارفين سرها. جمال اللعبه في هاي، لو انا قاعد اسوي لك مثلا لو اجيك والعب لك اسوي لك حركات كوتشينه، حركات الورق والكوتشينه، الناس شافوها ملوا منها. انا من اول مره دخلت في الميديا لين اليوم ما سويت ولا حركه بالكوتشينه، لان حركاتها حلوه ولكن مستهلكه نوعا ما، مستهلكه جدا. يعني كل واحد، انا حتى الناس اللي مش متخصصين فيها عارفين حركه حركتين فيها، ان مثلا الايس يحطونه فوق يحطونه تحت ويسوون حركه منها يعني. وانا جاهز ان اشرح للناس كل اسرارها، ولكن مستهلكه، الناس شافوها ملوا منها، فنطلع بالجديد نسوي شيء. انا شايف انا جاي ما في دي شيء، أدري بس يا معين ابن الحلال وعدت أنك تدفن عمرك تحت الرملة في صندوق، وين وين هذه فيها الخدعة؟ وين فيها هذه خفة اليد؟ أنا لو أني سرت وسويت لك أشياء عادية، لو أنت جاي وياي بياي أربع خمس صناديق في دي، بتعرفين الصندوق فيه شيء، بتعرفين معه شو فيه شيء. انت مثل ما شايفه انا جيت ودي فاضيين، وبسوي لكم كم من حركه من غير ما انا اشيل صناديق واشياء كبيره وياي. لو سالته وين، وسالت اول ما دخل وين عدتك، وين انا عدتي، انا عدتي، انا اللي بسوي لكم. عن موضوع اني ادفن نفسي حي، كل الناس سووه، بانتشيك سواه، ديفيد كريس انجل سواه، الناس اللي برا سووا ما حد رمس. انا سرت لمقابله، عندي مقابله جريده انجليزيه، ذكرت عن البالد الايف، انك انت تكون في تابوت زجاجي وقدام حشد متجمعين حوالينك 360 درجة، إنه يدفنونك تحت الأرض ويغطونك برمل، وأنت عندك مدة معينة إنك تطلع منها ساعة تحت الرمل. ساعة؟ أنا كنت حاط ساعة، فتحت الرمل أنت عندك لا أكسجين، أنت عندك ما في طريقة، شلون أنت دخلت والرمل ثقيل؟ أنا باق نفسي الحين. زين، شلون تطلع منها؟ إحنا رمسنا، إحنا قلنا عنها بطريقة إن هي خدعة، في جريدة إنجليزية، أجوا إخواننا في المنتديات خذوها ترجموها بالعربي. أي شيء يترجم من لغة للغة المعنى ممكن يتغير 180 درجة. بالتأكيد. الهجوم كان شرس، يعني بعد ما منتدى أخذ الموضوع وحط كل المنتديات، صاروا يسووا كوبي بيست، كل المنتديات حطوا الموضوع. أنا كنت طالع للبنان لكم من برنامج في تلفزيونات مختلفة، قبلها بيوم أفتح الإنترنت والجوجل أشوف إنه هجوم. أنا يعني اكتئاب، انا قلت حق الفريق اللي عندي بلا هالفن، بلا اللي قاعد نسويه. عرفت منو هاجم او من كل المنتديات؟ انا ما صدقوا، ما صدقوا. هل من وراءها اشخاص معينه؟ ما اعرف، ولكن الفكره كانت ان احنا هاي الوشن وتسوى قبل. الشيء اللي انا كنت بتحدى نفسي فيه والاشياء اللي انا قاعد احاول اسويه، ان احنا ما نسوي اشياء تقليديه، اشياء الناس شافوها ملوا منها، نعطيهم الجديد. تختفي، تطلع من مكان، تخفي حد، تخفي سياره، تحط عملك على نار، تدفن نفسك وتطلع حي، اشياء فيها تقنيات، فيها أسرار، المتخصص فيها عارف السر،
انت مو بعارف السر، ولكن لا تتهمه انه في تعامل مع شيء ثاني. ما مسوي اي شيء، بس لا تخفيني، برد بيتي. كان تبيني اخفيك واطلع اجيب بيتك اسالك كان زين. ايه لا رادارات ولا هذا معين. اكيد هذه الالعاب او الفن، خلينا نقول هالنوعين من الفنون فيها مخاطر. هل متى ممكن يوقع الخطر او الخطا؟ الخطا جاهز كل مكان. انت لو حاط بنرجع للحركه اللي سويتها اللي ولعت عمر بنار. ايوه. الحركه يوم سويتها بعد ما اني خلصت الحركه عندي كان عندي جروح في ظهري ذنيه محترقين لما شويه وعلاج وهذا شويه تعدلت وهذا، لان حطينا بنزين اكثر من اللازم. فكنا متوقعين انه بيكون البنزين اوكي. التيم اللي عندي اخطاوا بالبنزين، زادون شويه زياده، فصابتني جروح. هل انه في مخاطر؟ هذا خطا. الخطا الخطر موجود. يعني انت يعتمد شو قاعد تسوي. لو متسوي شيء خطر، واحنا بنسوي اشياء خطره، وارجو من الصغاريه ما يسوون هالشيء في البيوت، والاهالي ما يرون الصغاريه ويخلونه ما يسوون السوالف هاي، لان احنا متخصصين فيها واحنا عارفينها. ففي اشياء خطره احنا نسويها. لو ما سويت الاشياء خطره، بسوي الاشياء الصغيره ما مشكله، فما يكون في خطر. الخطر يوم انك تسوي شيء خطر، ولكن لو ما سويت الاشياء الخطره صرت مثلك مثل غيرك. انت قاعد تحاول انك تعطيهم اشياء مختلفه خطره تجذب انتباههم، حسب انك تكون مختلف لباقي الناس اللي موجودين في مجالك. هاي هي الفكره اللي موجوده ببالي دائما. يعني حلو. زين بنشوف شيء الحين. حركه من الحركات بنسوي فيها على الطاوله، وان شاء الله بس الكاميرا تكون علينا. اللي بنسويه، انا عندي في جيبي مظروف صغير. في المظروف عندي في تنبؤ انا كاتبه هني، عندي على 6 اسامي لناس مشاهير في عالم الفن. في عندك جوني ديب كممثل امريكي، في برات بيت، في عندك توم كروز، في عندك جاستن بيبر، في عندك ليوناردو دي كابريو، وفي عندك وين البستك. تمام. وعندك تنبؤ موجود، في شيء موجود داخل هذا بحطه على صوب من الحين. انا حط الاسم الاول جوني ديب، برات بيت، توم كروز، جاستن بيبر، ليوناردو دي كابريو، وين البستك. أبيك من 1 to 6 تختارين رقم ستوب. من 1 to 6 عندك رقم موجود، غرسي بالك، ثبتي في مكانه. لأول مرة لي وللجمهور، شو كان الرقم اللي اخترتي؟ أقوله؟ قوليها. 3. أنت اخترتي رقم 3، تبي تغيرين رأيك ولا تبي ترسين على 3؟ بغير رأيي. شو بتحطين؟ بختار؟ اي نعم. أوكي. أقوله؟ اي نعم. 5. 5. الأستاذة اختارت 3 وغيرت رأيها لي 5. هي. لو شفنا 1, 2, 3, 4, 5 صح؟ هي. 1, 2, 3, 4, 5 برات بيت. أه. من قبل ما أبدأ الحركة هاي أنا قلت لك عندي تنبؤ. في المظروف هذا عندي بزنس كارت لي، وورا البزنس كارت مكتوب عليه شيء. تفتحينه، أنا ما بدك تفتحينه، تشوفين البزنس كارت ورا شو مكتوب. ترى أنا سويت خباثة، غيرت الرقم علشان. زين سويت، شايف رأيك. أو ماي جاد. شو مكتوب؟ براد بيت. عندها براد بيت الكاميرا علينا، وعندي براد بيت الكاميرا علي. كيف يعني؟ ممكن تحتفظين بالبزنس كارد. شكرا. هذه بخفت يد. يعني اكيد لها تفسير. ايش له تفسير؟ بس ولما يكون اثنين، يعني انت ما عارف انا شو اختياري ولا صحيح. عارف يعني الحين انا ما راح اقول لك لا اكشف لي سرك، بس يعني في لها يعني طب يعني معذور المشاهد او البني ادم اليوم يقول انه فيها شيء اكثر من ما هي خفه يد او اكثر من ما هي خدع بصريه. كل انسان ممكن ينخدع بصريا؟ في بني ادمين ما ينخدعون بصريا؟ ما اسميها خدع بصريه. هذا شو تسميها؟ ولا اسميها خفه يد. احنا في فيلد للماجيك، عندنا في مجال للماجيك نسميه المايند ريدنج او قراءه التفكير. قراءه التفكير تكون لها انواع مختلفه، انك انت تكون مخمن شيء قبل ما تسويه، او تقول الشيء قبل ما انه يستوي، او انك تقوله على نفس الوقت. واحنا بنسوي انواع واشكال منها. أوكي. ضمن الحلقه اليوم. هاي انا تخصصت فيها اكثر من باقي المجالات. أوكي. في سبب معين بالموضوع. أول ما دخلت الميديا وسويت الأشياء اللي أسويها، شفت في شيئين ناقصين في الميديا.
شفت ان كل واحد يبغى يطلع يكون يبغى يكون متخصص العاب خفه قاعد يحاول انه يقلد الاجانب نوعا ما، يا انه بلبسه يا انه بطريقته يا انه بستايله. انا دخلت من اول ما دخلت بكندورتي بغطرة عقالي، حبيت اني ادخل بكندورتي بغطرة عقالي. الشيء الثاني اللي سويته اني كنت ابغى اتخصص بشيء مو بالكل قاعد يسويه، فشفت مجال المايند ريدنج اللي هي اكزامبل منها ما عندنا في العالم العربي، ما حد قاعد يسويه. فهذه تعتبر من قراءه الافكار، هاي تعتبر من الخدع. خدعه، هاي تعتبر خدعه. بس انت عرفت اني انا شو من قبل ما انك تقولين. هي نعم، ودي كان ممكن تختار رقم 3 غيرت الرقم 5. زين، انا سالت نسيتني السؤال يا ابن الحلال اللي سالت. هل في اشخاص ممكن ما ينخدعون بصريا او ما يعني ما يناسبهم اللي قاعده تسويه، يقدرون يعني يكشفونه او ما؟ هل هو هي ما في، انت شفتي كل شيء واضح. هل انت قاعد تنومنا تنويم مغناطيسي معين؟ لا، مغناطيسي والمشاهدين بالالاف قاعد يشوفونا. يعني في، انا قاعد الحين اسال السؤال ممكن يعني يخطر على بال المشاهد. هي مغناطيسي، هي قدرتك على البرزنتيشن، على الالقاء، انك انت شلون ممكن تقدم اللي قاعد تقدمه وتبهر الناس والجمهور بالشيء اللي قاعد تسويه. اذا هو ايحاء نوعا ما، هي برزنتيشن وهي خدعه. انا عارف سرها، انا عارف سرها، الناس مو عارفين سرها. هي الفرق اللي بيني وبينهم هالشيء، اني انا عارف السر والناس اللي قاعد يشوفونه مو عارفين السر. ارد على سالفه يعني لفتت انتباهي وايد، فسالفه رضيعتك انه يعني هي حتى تايد اللي متصل فيها ومستفسره عن سالفه انك هذا سحر اسود ولا سحر ابيض. هل واجهت معارضه من قبل العائله؟ انا اول ما دخلت المجال هذا اللي هو مجال العاب الخفه، الاهل كلهم كانوا معارضين. الكل كان معارض، ساحر العاب خفه شو قاعد تقول؟ فانا بضرب لك مثل، انا بعد ما خلصت الثانويه صرت عند الوالد، قلت ابويا انا جاي واثق من نفسي، صرت له قلت انا بستوي متخصص العاب خفه، بين قوسين يعني ساحر، هذه احنا كلمه السحر ما نستعملها، يعني متخصص العاب خفه يعني، وجاي يعطيني قال ابي يكمل دراسته وبلا هالسوالف. فكان معارض من بدايته. انا حتى لو طلعت على اول وثاني وثالث مره في التلفزيون، الموضوع كان نوعا ما مش متقبل عندهم، لين ما شافوا الصدى الايجابي اللي جاء من الناس اللي حوالينهم. هو شفنا ولدك في التلفزيون، هو شفت الحركه اللي سواها، هو شلون سوى شيء وشلون جاب هذا وشلون وده هذا، فشاف قبول العالم. قال انه دام العالم قاعد يقبلون الاشياء اللي قاعد يسوونه، ليش احنا معارضين؟ الكل في البيت حاليا موافق بالشيء قاعد يسويه، والوالد كل ما عندي برنامج موجود على المسج، كل اللي عنده في البلاد طرش له مسج، ولدي باكر في التلفزيون الفلاني في البرنامج الفلاني شوفوه. زين، ونوعا ما حلو، كل ما يصير مجلس مكان يقول تعال ولدي وياي، تعرفين ولدي نوعا ما يتفشخر فيني يعني. انا فديت يعني، هو تاج راسي. فوجه له اكبر تحيه. اكيد الوالده ما تخاف عليك؟ من الوالده يوم اسوي النار يعني، انا يوم الله يعينها. الوالده يوم شافتني وانا اسوي النار قالت شو قاعد اسوي ولدي؟ يعني تذبح بعمرك. الوالده جتني بعد ما صار الصدى لموضوع ان انا ادفن نفسي حي في التابوت هذا، قالت ولدي الناس قاموا يرمسون، فما بقى تسوي الحركه. قلت للوالدة على عيني وعلى راسي، انت قلتي وانا ما ردت. انزين، فالحركه هاي انا استغنيت عنها حاليا، لين ما تقنع الوالده فيها. الوالده تقدر انا اسويها على طول، بس ان الناس هم نوعا ما مو قابلين للموضوع هذا. فاحنا وايد حذرين بالاشياء اللي نسويها على التلفزيون، الاشياء اللي نعرضها نسويها حق العالم، ان نوعا ما يكون علينا هجوم طبعا مش في مكانه يعني. احنا ما نبغى الناس يزعلون منا، احنا نبغى الناس يحبونا ونسوي الاشياء اللي نسويها ويستانسوا بها. يعني مشاهدينا، في الخفايا يقال خبايا. فاصل ونواصل. انت وقاعد تقدم هذه الخدعة البصرية وهذه الألعاب، شو شعورك؟ هل تحط نفسك في مود معين قبل ما تبتدي فيها؟ أنا اللي أفكر فيه حزته شو ردة فعل المشاهد. أهم شيء عندي يوم أني أنا أعرض أن أبهر الشخص اللي قدامي. لو ما بهرته يوم أني على الستيج، لو ما يعني الستاند فيشن، أنا قاعد أسوي شيء غلط. أنا قاعد ما قاعد أوصل للمكان اللي أنا أبقى. أيوة. من الأشياء اللي أنا أسويها في عروضي دائما أني أوقف نبض قلبي، يوقف والفيديو موجود، أوقف نبض قلبي وامشي على زجاج اصلي، واكيد زجاج مشيك من الجمهور، امشي يوم اني ارجع
اكون مغمض عيني ومن ارجع ارقد على الزجاج واخلي من الجمهور واحد يوقف ريل على ظهري وريل على وجهي في الزجاج. اه عذاب. اقوم يوم ان اجلس على الكرسي هذا ما يعورك؟ اخلي اللي كان شيك النبض اللي وقف النبض بعده واقف يحس اني ارجع مره ثانيه ودق ورجع قلبي مره ثانيه. هالشيء يبهر الجمهور، هالشيء قاعد انت قاعد داخلهم ستوري، قاعد داخلهم انه في نبض قلب قاعد واقف وقاعد تمشي وقاعد ترجع وقاعد ترقد على الزجاج وحد ولا عليك وقاعد تحرك قلبك. اشياء تعرف الناس بيستانسوا. انا كنت بسوي الحركه هاي كبرها بزهره الخليج ببرنامجكم رفضوا. شوي اكثر خطا بعد سويت شيء وايد حلو. كنا انا ومعين ضيوف في برنامج زهره الخليج نوجه الفريق العمل كله تحيه، وسويت بعد لعبه وايد حلوه يعني كانت فيها خطوره شوي. انا كل مره اسير ومرتين صرت في زهره الخليج عزمون الحمد لله، لانه عجبهم شغلنا اول مره، هم سوى شيء خطر مع امين المره الثانيه، هم انها كانت حركه حلوه وفيها دباسات وما دباسات وتوز فيري نايس يعني. فلازم تعطيهم الشيء هذا. انا لو انه كله بس ركزت على المايند ريدنج، ركزت على الكروت، ركزت على اللوجن، لازم تنوع من كل شيء، لازم تعطيهم من كل شيء، يتلذذون من كل فرع من فروع العاب الخفه. هذا هو الهدف اللي انا فيه. معين نتفرج مجموعه صور وابغاك كل صوره تعلق لي عليها، تابع من ان شاء الله ناخذ اول صوره. الله استاذة ريام اخت عزيزة وغالية، كنا معاها في انترفيو في مجلة اليد، استاذة محترمة جدا وداون تو ايرث، وباكر انا كمان معاها في حفل هي بتغني وانا يمكن ان اعرض فيه. استوت رمسة صغيرة علينا، كتبوا على غلاف المجلة ماذا بين معين البستكي وريام. الله اكبر، ياتي الوالدة. احنا بسرين تبغى ندور لك على عروسه، تبغى تتزوج، وبعد تقول عقب تقول عقب انت حيل. ها كنت انسان محترم، هاي مجله بس اللهم مسوين بهارات شويه على السالفه، ولكن عملنا لهم وايد اشياء حلوه. استاذه ريام كانت وايد متعاونه واستانسنا، والمقابله طلعت احلى مما تكون. حلو. في نوعيه مثل من هذه المقابلات لك تحضيرات معينه قبل ما تطلع؟ ما تاكل شيء؟ ما عارف لعيب الكوره له قوانينه. هم عندهم السوالف هاي. انا من النوع اللي شخصيا كل ما اطلع قبل ما اطلع على الستيج اعرض او قبل ما اطلع في برنامج بقدم ما عندي شيء ناكل، ما باكل، اشرب ماي، اشرب هذا، اشرب عصير، ولكن الاكل عقب اكون مخلص اكون مرتاح، اصير عقب اكل اللي باكله. ولكن قبل البرنامج افضل اني انا ما اكل شيء، احس ان تعرفين ذاك ما بدنا رهبه الستيج، احنا متعودين عليها يعني، احنا بدايات هذا شوي واحد يكون له رهبه، ولكن عقب بتعود، ولكن ما تكون لي نفس اني اكل يعني، ما عندي نفس اني اكل عقب البرنامج. حتى انتم عزمتوني قبل البرنامج تعال كل انا قلت ابي يسمحوا لي، انا عقب البرنامج حلو هذا بحلي وياكم، ولكن قبل البرنامج انا ما عندي. حلو. على طاري الاشاعه اللي قلتها اللي استوت بينك وبين اريام، فعلا هل ما بقول الساحر او اللاعب الخفه او لاعب الخدعه البصريه مثل ما احنا رقلنا يدوم عليه هذه سالفه ساحر، ما تخاف من انه ممكن يتروعون البنات من هذه السالفه مباشره تبي تعرس، تكون هذه ممكن نقطه سلبيه لك والله عليك؟ ممكن. شوفي انت كلمه ساحر هي كلمه سلبيه جدا في مجتمعنا والمجتمع العربي بشكل عام يعني. احنا مثلا في امريكا ما عندنا مشكله نقول له ماجيك، قول له ماجيشن، قول له ما انت، ما عنده اي مشكله. هذا تالنتد، هذا ما عنده. احنا هنا عندنا السحر، اول ما قلت سحر او ساحر عزب احنا نتغاضى ان نذكر سحر او نقول ساحر، مع انه ما له خص يعني، احنا كله شغلنا على اسرار، على تقنيات، على اشغال نسويها، ولكن اللي تبان احنا عاد موجودين ودائما في التلفزيون، هاي لها ادفانتج يعني، لا تستانس ترى دائما في التلفزيون زين، ودائما في هذا وعنده عروضه خاصه والى اخره. بس ابن الحلال تخيل يتروعون. اي نعم. اي تخيل ان هي جالسه تقول غيلي يعرف كل افكاري، ما يقدر، ما راح اخش عنه شيء، ما تقدر تخش عنه شيء. يا ريت اعرف كل افكار الناس، اعرف ايش اللي بتسوي قدام، كان الحين مرتاح وياسف بيتي لا اشتغل ولا ان هذا، واعرف كل الاشياء. ولكن وانا كمان عندي وجهه نظر في الناس اللي يدعون ان عندهم قدرات خارقه. انا ضد الاشياء هاي، انا ضد ان اللي يقول ان انا اعرف قدرات خارقه ولا ان اعرف المستقبل شو بيسوي. في ناس يستغلون السوالف هاي ان يكسبون بيزات من العالم. احنا ما نسمي سوالف، احنا نسمي تسليه. انا قاعد اسوي لك اشياء تتسلى فيها يا مشاهد بالاشياء اللي قاعد اسويها. انا ما ادعي، انا والله يوني ناس ويوني حريم يتصلون فيني، انا عندي مشاكل حل اياها بعطيك المبلغ الفلاني، اعتذر بشكل كبير. انا صرت البحرين كنت جالس مع ربعي وهذا، فجت وحده فسويت لها كم من حركه مايند ريدنج مثل ما عملنا كم من حركه من اليوم،
جت قالت ابغى رقم تليفونك. قلت حياتي رقم تليفوني. شويه من ظهرتها كلمتني على التليفون، قالت عندي انا في بحرين صف حريم يدفعوا لك اي مبلغ تباه حل مشاكلهم. فقلت لها يا بنت الحلال روحي عند مشاكل من بيحل لي اياها؟ حل مشاكل. فما يستوي، لان احنا ما ندعي الشيء هذا. الناس اللي يدعون الشعوذه ويقصون العالم يسعون وينصادون ويصادون. انا حاضر ان الناس اللي يدعون سوالف هاي ومو صادقين ان اكشف كل اسرارهم، لان وايدين منهم يستعملون العاب الخفه انهم يدعون الاشياء هاي. ايوه بس احنا ما عندنا، احنا كله اساليب وكله هذا. حتى انا عقب العروض اللي عندي يوني ناس تعلمنا، اقول والله انا جدولي وايد مزحوم، طرشونا ايميل ان شاء الله نتعاون معاكم ونعلمكم اشياء وحركات يعني. أيوة. ودائما اعلم، انا ما عندي مشكله في التعليم، انا عندي مشكله في الكشف. ايوه تكشف الاسرار، هاي كلمه سلبيه، ولكن اتعلم هاي كلمه ايجابيه. حلوه. ايوه فعلا. ناخذ صوره ثانيه. يلا. كريس انجل. كريس انجل متخصص جدا معروف في العالم، حاليا قاعد ينافس نوعا ما ديفيد كوبرفيلد. امريكي. اي نعم، امريكيين، اثنين امريكيين. كريس انجل الاشياء اللي سواها كانت وايد خارقه، جت عليه وايد ضجه. طريقه لبسه، طريقه شكله، طريقه هذا، دخل في ستايل معين، وانا احييه بالشكل اللي جاء. ليش؟ لانه لو كان مقلد ديفيد كوبرفيلد كان العالم ما استقبلوه بالطريقه اللي استقبلوه حاليا وقبلوه وتابعوه. لازم تكون مختلف. حسب شيء انا حاولت اني اكون مختلف، بس بعد معين لاحظنا بانه بعض من صورك، نظره العين، انحناء الراس، بعض الصور في تشابه بينك وبينه وبين كريس انجل. يعني هي تشابه، مش اني انا حاولت اشابه نفسي فيه. التشابه كان ان انت تبغى تعطي ذاك النظره الغموضيه، تعرف كونك متخصص العاب خفه، العاب الخفه او سحر دارك، اسود نوعا ما، فيه سواد. فانت لو تبغى تلبس اسود لازم انك احط شويه من الكحاله، ازيد منها احيانا في برامجي، فانت مجبور بهذا. لازم انك نوعا ما تعطيهم ذاك الفيلينج. انت يوم على الستيج واقف وقاعد تسوي لهم برامج، لازم تدخلهم ذاك الجو، فتعطيهم ذاك الميوزك اللي شويه دارك، شويه فيها داركنس. تلبس مثل السوالف اللي فيها داركنس، تعطيهم ذاك النظره، حسيت انك تدخلهم ذاك الجو. ايوه. ولكن كريس انجل انسان محترف، احييه بفنه، وفي وايد اشياء انا حابب ان اسوي مثله، ولكن استاذي الاول والاخير اللي انا دائما ابغى اكون مثله من صغري هو ديفيد كوبرفيلد. ايوه ديفيد كوبرفيلد انا اشوف انه هو ابو العاب الخفه، جد العاب الخفه، ممكن نسميه هوديني. ولكن كوبرفيلد كان بعد ما جاء وطلع وسوى اسم وضرب في العالم باسمه، فاشتهر كثير. عقبه يا كريس انجل، حاليا في عروضهم في لاس فيغاس، كريس انجل وديفيد كوبرفيلد في منافسه. أيوة. في عدد الحضور، ولكن انا متابع جدا لديفيد كوبرفيلد، وان شاء الله يوم من الايام احنا نكون ان شاء الله باذن الله. كريس مشى على الماي، نط من عماره والثانيه، حط حرمه وقطعها في النص. هذه بالنسبه فعلا مهنيا شو يطلق عليها؟ احنا بالنسبه لنا يعني هذه نوع من ممكن نكون نقول عليها هلوسه. هل هي لها مدرسه خاصه هذه النوعيه او مسمى خاص؟ احنا كل اللي في المجال هذا من متخصصين العاب خفه عارفين سر كل حركه منها. عارفين كل حركه منها. لها تفسير عندك؟ لها تفسير عندي موجود. يوم اني طلع على البنايه ونوعا ما طار من بنايه لبنايه، في برنامج نزل بعده باسم ماس ماجيشن اللي حط قناع. بالضبط. هي كشف الحركه هاي. كشف الحركه هاي. واحنا عندنا للاسف في المجتمع العربي بعدنا قاعدين نشوفه كسحر. زين، ففي برنامج من البرامج انا سمعت عنها، انا ما شفته، بنت حرمتين ياسين ويتناقشون الفيديو هذا اللي قاعد يطير من بنايه لبنايه، مع انه كشف في برنامج الماس ماجيشن. أيوة. انه حبل شال لنا. أيوة. وحبل قاعد يوديه وحبل قاعد ينزله. أيوة. قالوا احنا وقفنا حذاله وقرينا مثلا الايه الفلانيه من القران بيطيح. هي خدعه، هي مو سحر. وهو ما ادعوا سحر، لا كريس انجل ولا ديفيد كوبرفيلد. قالوا احنا عندنا قوات خارقه. احنا نتعامل مع شيء. كلهم قالوا احنا اللي قاعد نسويه هي العاب خفه. ايوه وكله قاعد يكشف وكل هذا. وانا قاعد اشوف في ناس كثير هاجموا اللي كشف الاسرار، الشخص اللي كشف الاسرار، لان احنا قاعد يخرب على فنه. ولكن نوعا ما شويه وياه كمان، يعني مش انه بس مرافضنه، لان هني قاعد يعطيني حجه ان اقول حق المجتمع تعال شوف ابوي هذا قاعد يكشف كل شيء. صحيح. انا ما ادعيت، مش على النار كمان كشفه، هم انه كشفه. هل يجوز في مجالكم انه اذا لعبه خاصه بشخص انك ممكن تقلدها؟ هل يجوز هذا؟ انت كشفتها فممكن تقلدها وهي هذه اللعبه خاصه فيه؟
هي العاده في كوبي رايت في السوالف هاي، في العاب خاصه لناس، في العاب كبر فيلد خلاها حق عمره فما دخل فيها كوميرشل، في العاب ثانيه ما عنده كوبي رايت فممكن كل واحد يسويها. الالعاب ممكن كل واحد يسويها، هي المشكله مو في اللعبه، المشكله في الميثود، انك انت شو هي الطريقه اللي بتستخدمها اللي تمشي على الماي ان ما تكون مشابهه للطريقه اللي هو استخدمها يوم مشى فيها على الماي. أيوة. فهي الميثود لو يختلف الطريقه ما في مانع فيها يعني. خلينا نسوي شيء، ابيك لو ما على الكماره دائما احنا ياسين تفكرين ابا بس تاكدين للجمهور هل ان احنا متفقين على شيء من بدايه البرنامج؟ ما اتفقنا على ولا شيء. ولا شيء. ابيك تحاولين تفكرين باكلتك المفضله. اكلتك المفضله. اوكي. اوكي. بتجوعني الحين. اوكي. روحي وعان. بس. هل هم متفقين على شكلنا صح؟ صح. زين لأول مرة تقولين حق الجمهور شكلتك المفضلة. أقول؟ فشلة. فشلة. برياني دياي. برياني دياي. زين. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ يمكن رأيي ما يعرف أنا هذه أكلتي المفضلة. عشان شافه بس برياني دياي. ففي أشياء ممكن تستعملها يعني أنت في أشياء ممكن تروح لها، فممكن شكل شوي يبين تحبين البرياني، في أشياء ممكن أنا أعرفها بالبادي لانجوج، في أشياء ممكن تعرفها في علم الـ NLP أنك يوم ترمسين ترفعين أجهة عينك في علم الـ NLP موجود، في أشياء من علم السايكولوجي، علم السايكولوجي، علم النفس ممكن تتعمقين فيها، هل هاي أشياء مساعدين للفن اللي أنت عندك إياه؟ ناخذ الصورة الأخيرة؟ ما أعرف. نعم. أنا هذا عمري ما أعرف بعد كم سنة. إذا شفت الصورة شوي براءة فيها يعني حالياً شوية مو بذاك الحال. لا والله الحين فيك شوي في شوي شوي براءة. إيه أوكي مشكورة ما قصرتي. صورتي وأنا صغير أبي القميص هذا ما أبي من الوالدة يأخذنه. ولكن هاي كانت بداياتي. هاي ذكرني بأول قصة أنا دائماً أذكرها. يوم ان يدي زقرني قالت عين معينه باشوفك فصرت شفته قال لي تعال شوف خذ درهم حطه في حلجه قلت اوكي عض على الدرهم يوم طلعها واللي هي مقصوصه النص راح خذ الدرهم وانا من بر قلت يمكن اسنانه قويه يمكن هذا قلت اوكي يعني شيء عادي ليش انت ناداك يعني دون عن اخوانك حاول مع الوالد قبل انا اكبر واحد من اخواني فناداني والوالد ما حب المجال هذا انت ميولك باي مجال عسب تدخل فيه ممكن تدخل فزقرني قال بجرب وياه خذ الدرهم وهي مقصوص انا قاعد اشوف الدرهم خذ الدرهم ولا هي ثواني محركها حولها مره ثانيه درهم كامل انبهرت صرت الفريد جمعت على 20 درهم مقصوصين منو عنده درهم ايوه منو عنده درهم فاخذ له 20 درهم على بالي الحين باخذ لي الدراجه بسوي مليونير باخذ لي اللي ابي العب قلت له يدي هذا عندك 20 درهم حول لي اياهم قال ما بقدر الدرهم اللي في يدي في شيء هاي كانت اول بدايه وهي ذكرني فيها حلو إيه كنت متوقع ان عمرك انك انت تمشي في هذا المجال من في ذاك العمر ما كنت متوقع كنت اسويه دائما كنت اكون اي مكان اي اسوي ولكن اني اوصل للمجال هذا واوصل للمرحله اللي انا وصلت فيها واكون في برامج واكون في تلفزيونات واكون في الاعلام ما وصلني 9 سنوات كان عمرك لما طلعت على المسرح اول مره اي نعم واخذت 5 دراهم من اين من عمي من عمك عمي كان مساندني وايد كان نوعا ما كل ما اسوي حركه يعطيني فلوس نوعا ما تشجيع اني انا اكمل الوالد ما كان موافق ولكن عمي كل شويه ولا اعطني 5 دراهم اعطني 5 فكنت استانس كل سياره علمني حركه ثانيه فاسوي حق عمي تعال شوف الحركه هاي فهمي ساندني وابوس على راسه واشكره اللي وصلني للمجال هذا حمسني فيها واني وصلت للمجال هذا اليوم هذا العمل ياكل خبز مثل ما يقولون يغني خبز. كل مجال الواحد يتخصص فيه ممكن ياكل خبز سالوا اخوي العزيز الاستاذ داود حسين في برامج من البرامج قالوا مجالك من احسن ما يوكل خبز قال من يقول اي واحد يتخصص في مجال ممكن يوكل خبز وفي عندي مقوله انا حفظتها من الامريكان انا حافظنها بي كيرفول اوف وات يو ويل دريم اوف ات مايت كم ترو انتبه من امنيتك لانها ممكن تتحقق الامنيه ممكن تتحقق تبدا بامنيه تجتهد فيها تحققها توصل لأي مكان ما تبى وكل واحد له إمكانية كل شخص يفكر إنه ما قادر ممكن يقدر كل واحد ممكن يوصل لو اجتهد
لو احنا تعبنا وصلنا، كل واحد تعب وصل، كل لاعب محترف تعب في بداياته اللي ما وصل، فكل واحد لو انه في عنده امنيه لا يودرها، تشهدوا فيها وبتوصلون. حلو، كلام حلو. وانا اقول لكم مشاهدينا، وما خفي كان اعظم عند معين البستكي، ترينا بعد الفاصل. مشاهدينا خلينا نشوف اخبار معين بالانترنت واخر اخباره ونرجع لكم. حطم جدار الممنوع وانطلق في فن آسر في الشكل ومرفوض مبدئيا في المضمون. إنه لاعب الخفة الإماراتي معين البستكي. نبدأ البحث في جوجل، كلامه أقل من أفعاله، وبين ما يتفوه به اللسان وما يعطيه الدماغ من أوامر تعبير تصلح للنشر. أنا لاعب خفة من الدرجة الأولى، أخطط لافتتاح مدرسة تعلم الأجيال، لا أهاب المخاطرة. من يقول أن لدي قوة خارقة هو كذاب. أعتزم الدخول في تحدي الموت. واعتراف آخر، وضعت هدفا لنفسي وسأحققه. ناشط هو في مجال التواصل الاجتماعي، وفي الفيسبوك بدل الصفحة الواحدة له صفحات، وعلى تويتر أكثر من 1382 زقزقة أو تويت. له موقع يحقق بجدارة علامة 10/10. في يوتيوب عشرات اللقطات التي تسلي وتبهر. ونادية بركات مع ضيفنا في زهرة الخليج. بينه وبين العدسة اعتراف أم لا؟ إنه غرام. وبين مظهره وباطنه هناك فنان يعرف ما يريد ويهندس الشكل ليتلائم مع المضمون فيتفاعلان في تكوين الصورة الكاملة. معين البستكي، سننظر في عينيك ونقرأ في أفكارك ونعلن ما لم تعترف به يوما، أحلم أن أطير وأطير وأطير. أوليست أحلامك تتعدى الغيم والقمر والنجوم؟ رأيك بالتقرير؟ والله أنا كنت قاعد أشوف فيلم أمريكي شيء عجيب. هاي أنا بنشوف في عيونك، هاي قاعد تجربون السالفة علي. الله يعيني. هي إحنا الحين نحن بنقرأ أفكارك. ناخذ يعني تصريح ونشوف شو اللي قلته وشو اللي ما قلته. قلت أنا لاعب خفة من الدرجة الأولى، صرحت في هذا الشيء. مش إني شوفي، المشكلة اللي صارت في العالم العربي بين كم من واحد متخصص في العالم العربي، كل واحد قاعد يقول أنا الأول أنا الأول. يوم تقول أنا لاعب خفة من الدرجة الأولى يعني أنا متخصص فيها، ما قاعد تقول أن أنا الأول. أيوة. تعرفين أنا ما قاعد أقول أن أنا الأول على رأي أنا، والله هذا أنا قاعد أقول أن أنا متخصص في المجال هذا، ولكن مصاغة أني أنا لاعب خفة من الدرجة الأولى. والحمد لله إحنا عاد ما نرمس، البرامج ترمس بروحها، الناس يشوفون، الفيديوهات موجودة يشوفون هل إن شغلنا كمبتدئ أو شغلنا كمتخصص تعمق في المجال هذا طلع وقاعد يحاول يعطي الناس من الأجمل للأجمل والأحسن. إن شاء الله يتقبلون الأشياء. أكيد أنت لاعب الخف الأول في الإمارات، هذا ما يقبل غلط. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. قلت أخطط لافتتاح مدرسة سحر تعلم الأجيال. إيه نعم. هي هالهدف كان موجود من أول ما أنا بديت. أنا ما حد علمني، يدي شوية تعمقت تبادلت. وهذا عندي تلاميذ موجودين حاليا، عندي 12 تلميذ الحين. عندك قبل ما تفتح مدرسة تلاميذ موجودين؟ إيه نعم. برايفتلي أعلمهم، أكون أجلس معهم، يجوني يزوروني في حصص أحط لهم وأعلمهم الأشياء اللي أنا أسويها. الناس اللي يشتغلون معايا أكيد عارفين شوية من الأسرار اللي أنا أعلمهم، وزاد أنا أعلمهم أشياء زيادة يسوونها مع ربعهم، يسوونها مع ناس اللي هم يطلعون معاهم. فالهدف موجود، ولكن إن شاء الله إحنا قاعدين حاطين خطة لها، وإن شاء الله في المستقبل اللي قريب يكون مو بعيد أن نفتح المدرسة. معين تتخيل في إقبال بيكون عليه؟ لأنه يعني على الرغم من بعض الاعتقادات اللي كلمناها خلال الحلقة، إنه في ناس تعتقد بأن هذا سحر وشعوذة وإلى آخره، بيخلون عيالهم. أنت ما تصدقين، أنا كل ما عندي عرض الصف الأول للخامس يهال.
اكيد ات از كريزي. وهل اللي انا ما برمز افلام الهاري بوتر اكزاكتلي تضرب الارقام القياسيه ب 20 مليون وما اعرف كم مليون 100 وما اعرف كم مليون. ليش ومن يصير اشوفها كبار ما يشوفون هاري بوتر يطير صغاريه يبون يشوفونها. الحب للمجال هذا مغروس في كل ياهل. في مقابله من المقابلات سالوني سؤال قال هل انك انت ما تعتقد ان الالعاب الخفه بس حق الصغاريه؟ قلت صراحه الالعاب الخفه بس حق الصغاريه ولكن في داخل كل واحد منا فيه صغير. اي بالضبط في داخل كل واحد منا فيه ياهل وفي طفل يبان يطلع صح. فاحنا نطلعه بالمجال هذا. احنا شو سوى كل ما كبرنا نسينا الخيال جينا في الواقع شفنا الواقع تعمقنا في الواقع. احنا بالالعاب الخفه نردك للخيال صح نخليك تتخيل مره ثانيه صح. فهاي الاشياء وايد مهمه وكل واحد انا الكبير يبغى يتعلمها قبل الصغير اللي يوني ويطرشوا لي ميلاد وهذا العود يبغى يتعلمها قبل ما ان الياهل يتعلمها. عقب كل برنامج عندي ناس يبغوا يتعلمون. حلو المجال هذا جميل جدا. تفضل. صحيح. لا اهب المخاطر او المخاطره. انت شفتي المخاطره والمخاطره عادي انت قلت المخاطره بالاشياء اللي اسويها. قصدي كان بالاشياء اللي انا اعرض فيها اني ادفن نفسي حي اني اولع نفسي بنار اني امشي على زجاج اكل زجاج اطلع ابلع مسامير واطلعها مثل ما شفتوها في البرنامج شفت الحركه في البرنامج. فالمخاطر ما عندي معنى فيها. ليش؟ مش ان انا عندي قوات خارقه ولكن لان في اسرار انا عارفها. الناس يعتمد على كم الحركة تخفى تعلموها ما يسوون الأشياء الخطرة. لو تعمقت أكثر شوية ممكن توصل لمرحلة تتعلم الأشياء الخطرة اللي فيها أسرار ولكن إحنا نسويها. عندك بعد أشياء يعني بتطلع هل في ممكن أفكار خلاص تكون محدودة وتنتهي لها نهاية؟ ما تنتهي الأفكار عندنا. لو التابعين مثلا ما ذكرت في التقرير الويب سايت عندي شركة ضخمة قابل ثنة. أي واحد دخل الويب سايت يشوف الويب سايت مسوينها بطريقة بروفيشنال إن ما تشوفين ما تقولين إن هذا في دبي وهذا في الإمارات. شركة بريطانية قابضة الموضوع وهذا وايد مهم لأن الويب سايت هو الأيدنتيتي مالك. بالفعل. هي بطاقتك الشخصية الناس يدخلونها وكل شيء لازم يكون موجود ومتجدد عليه. فاللي دخل يشوف إن كل ما صرنا مكان جددنا صح. كل ما صرنا مكان عطينا الجديد والجديد موجود والجاي وايد أكثر وأهم وأخطر وإن شاء الله حلو. وأكثر بهارية. من يقول أن لدي قوة خارقة هو كذاب. قلت أنت في سياق الحلقة أنك ما تأمن بالقوة الخارقة. ما في قوة خارقة عندي. أنا مثل ما قلت وأكد مرة ثانية لو حد قال أن عندي قوة خارقة يتني من معفوين لو قاعد يسوي حركة خفة أنا حاضر وجاهز أني أوقف مع شركة إعلامية ونفضحها ونفضح الناس هايل لأن ما في قوة خارقة أنك تسوي ألعاب خفة. ألعاب خفة هي ألعاب خفة وما لها أي شغل بالقوة الخارقة. وضعت لنفسي هدفاً وسأحققه. هدف بس واحد؟ الهدف الأسمى هي عندك لازم يكون عندك هدف أسمى وأهداف في عندك تحته. الهدف الأسمى أنك أنت تعطي الأحسن الجديد وأهم شيء عندي أرفع رأس أهل بلادي وأرفع علم بلادي. ما قصرت. وأقول أن أنا إماراتي وأقدر وإحنا ما يختلف عندنا شيء واحنا ما ينقصنا شيء من الناس اللي برا من اللي كانوا في اوروبا من اللي كانوا في امريكا من اللي كانوا اي مكان في العالم. احنا نروم مثل ما يرومون احنا شغالين احنا رايتنا دائما كانت لبناتنا لشيوخنا لمدننا ان احنا متقدمين وقاعدين نركض وقاعدين ننجز ان شاء الله دوم واحنا قاعدين نتقدم وقاعدين ننجز وعيال بلادنا اكيد عندهم ذاك الرايه موجوده واكيد عندهم ذاك الهدف موجود ان احنا نتقدم وننجز ونعطي ونراوي حق العالم ان دوله الامارات هي الافضل من كل الدول اللي في العالم. الحمد لله ان شاء الله دوم بالمقدمه. احنا بعد الفاصل بنشوف العاب خفه اكيد. اذا مشاهدينا تريونا. مذهب لنا شيء. مذهب لكم حركة إن شاء الله حلوة. أوكي. اللي بسويه حالياً وياك. بكتب تخمين. بخمن شيء. حد من سؤال فينا أنا أخمن وأفكر وتعرفين مايند ريدينج. فبكتب تخمين في برجة. أوكي. خمنت شيء. بزنس كارت عندي. أبيش تاخذينه. شوفين الصندوق فاضي أول شيء. صندوق فاضي شوفي صندوق فاضي صح؟
تاخذينه تحطينه في الصندوق، فري في الصندوق، سكري الصندوق واقفلي. انت شفتي في الصندوق؟ الصندوق كان فاضي، حطيتي فيه تخمين انا خمنته داخل الصندوق وسكرت الصندوق. هل انا حطيت شيء؟ هل انا دقيت الصندوق بشيء؟ لا لا، انا اللي مسكته فعليا. عندي مجموعه كروت في ديه وبحطها على الكاميرا لحسب الناس يشوفونها. عندي شارك، اسامي الحيوانات. عندي شارك، لا تقول لي. عندي إليفنت، عندي غوريلا، عندي سنيك، عندي سبايدر، عندي لاين، عندي هورس. أسامي مختلفة، زيبرا، أسامي مختلفة. اللي حابب تسوينه على الجمارة أنك تأخذين الكروت في ديج وتقسمينهم قسمين في ديج، قسمينهم قسمين حطين في يدين. إيه نعم، أي قسم أنت ما حابه تكون موجودة عندك فري ورا ظهرك. فرة؟ فري تي؟ إيه نعم، إيه فريتي. عندك باجي نص، قسمي مرة ثانية قسمين من غير ما تشوفين الوي. أوكي. إيه. أي واحدة فري ورا ظهرك. أعطيني الباقي. حبيت السالفة. عندك كم من واحدة موجودة؟ أنا ممكن أوقف شوية. أبيش تحطين صبعك على واحدة من هاي. صبعك بس حطي عليه. هاي تبينها؟ إنزين. أنت رايت رايت هاند ولا لفت هاند؟ رايت هاند. يمنوية. باليمين صح؟ تكتب حطين افتحي يدك اليمين. بنحط الكارت فوق وبنحط إيدك اليسار فوقه. اخترتي من كم من كارت؟ فرتي ورا ظهرك. قريناهم بأسامي الحيوانات المختلفة. في عنا في دينا موجود شارك. في عنا غوريلا، في عندنا سنيك، في عندنا إليفنت. عندك كرت من الكروت، أبيش تفتحينه وتراوين الجمهور شو الكرت. رات. رات يعني رات. فار. يعني فار صح؟ الصندوق كان فاضي، أنا كتبت تخمين تعيدين؟ حطيتك في إيدك وانت شريت التخمين وحطيتيه في الصندوق. أبيش تفتحين الصندوق وتاخذين الورقة اللي فيها تشوفين هل الورقة هاي مطابقة مع اللي في إيدك ولا لا. معين لا يطلع لي رات داخل الصندوق. أنا شفتي صندوق كان فاضي ولا؟ بسم الله. شوف الورقة. لا وثق فيني يعني. لا لا لا. معين. عادي ما ما ما. اللهم رات يعني. خلي المشاهدين يشوفوا، المشاهدين يشوفوا. هل التخمين مطابق من الورقة؟ طلعت لي رات. لا زين زين، لا يطلع من الصندوق بعدين نتوهق. تبين يطلع من الصندوق؟ طلع في ايدك. لا انت امسك، لا انا ما بمسك شيء. اي عندك ريولك بس حق المشاهدين. نادي بركات السالفه بس ما عاد شمال. خلاص معين خلاص معين خلاص. لا عاوزين الكرونه هذا العزيز. شفته معين؟ شكرا. حطه في الصندوق وبند عليه. يعني أنا بفهم من وين طلع لي هذا الفار. مشكور. يعني طلع لي مثلاً ألماس. أنت اخترتي الفار؟ أنا ما اخترت. أنت اخترتي الفار وشيء ثاني طلع لها أشياء. زين بقطوة تعرفه. زين بقطوة. أي والله. معين يعني وصلنا لنهاية حلقتنا واستأنسنا وايد في هذه الحلقة ونحن بانتظار جديدك دوم. الله يسلمك. أتشكر حضورك كثير وإن شاء الله نكون على تواصل وبالتوفيق. مشاهدينا أشكركم لحسن المتابعة، تابعونا في الأسبوع المقبل مع ضيف مميز وهلا وغلا فيكم.